لو اتفرجت على فيلم اوبنهايمر هتلاقي مشهد ماستر سين في الفيلم وفي الحقيقة بين اوبنهايمر واينشتاين. مش هحرق لك المشهد، بس هو حوار صغير جدا قال فيما معناه انهم اخترعوا الحاجة اللي هتدمر العالم، وتخيلوا كوكب كامل بيتدمر بالنووي. اينشتاين في مقولة مشهورة ليه قال: انا لا اعلم ما هو السلاح المستخدم في الحرب العالمية الثالثة، لكن من المؤكد ان الحرب العالمية الرابعة سوف تكون بالعصا والحجارة. معنى كلامه ان الحرب النووية لو قامت هتدمر التكنولوجيا، ومعظم البشرية هتموت اما بالنار او بالإشعاع او المجاعة، واللي هيعيشوا هيرجعوا بدائيين تاني. طبعا انت فاكرهم بيبالغوا او بيأفوروا. هتقول لي ايه المشكلة؟ ما في قنبلتين اتضربوا على اليابان مات فيهم مئات الالاف من البني ادمين. هقول لك ان ده كان سنة 45. شوف بقى دلوقتي التطور اللي حصل للسلاح النووي. العالم حاليا فيه اكتر من 15,000 سلاح نووي في ترسانة كام دولة مش طايقين بعضهم اساسا: روسيا وامريكا، الهند، باكستان، انجلترا، كوريا الشمالية. والكيان الصهيوني عنده من 80 ل 400 سلاح نووي، مدى يوصل لالاف الكيلومترات. فانا النهارده هجاوبك على سؤالين مهمين شغلينك وشغلنا انا كمان. السؤال الاول: هل ممكن الكيان يضرب غزه بالنووي؟ السؤال الثاني: هل المقاومه تقدر تضرب المفاعل الاسرائيلي ديمونه؟ تعال نجاوبهم سؤال سؤال. بالنسبة للسؤال الأول، فمن وقت ما الكيان بقى عنده سلاح نووي بمساعدة إخواته الأمريكان، فبقى كل ما ياخد على دماغه من المقاومة يطلع عضو في الكنيسة يقولك ما تضربوا غزة بالنووي، زي عضو الكنيسة والوزير اللي سمعنا تصريحاتهم الفترة الأخيرة. ورغم ان الحكومة ظاهريا يعني اعترضت على التصريح بتاعه، مش أخلاق ولا جدعانة منهم لا سمح الله، بس عشان هم عارفين ان اللي بيقولوا هب، وان لو ده حصل فاسرائيل هتعاني زيها زي غزة. خليني بقى اقولك ان ازاي السلاح النووي المتطور اللي مع دولة الكيان ممكن يساعدها في حرب ضد روسيا او ايران، لكن مش مع غزة اللي هم يعتبروا فاخدين في شرط او مايو، وده بالمعنى الحرفي لانه حدودهم مع بعض ومفيش مسافه ما بينهم. فبحسبه بسيطه، لو اسرائيل ضربت صاروخ نووي على غزه وتحديدا في الجنوب الغربي ناحيه البحر المتوسط، فاللي هيحصل هو قوه تدميريه من النار ورياح هتدمر مساحه واسعه، واغلبيه السكان هتموت او هتتقتل. بس احب اطمنك واقول لك ان كل اللي هيموت مش هيحس بحاجه، لان التفجير مش هياخد ثواني. انت عارف بقى ان الصاروخ ده على العكس هيموت الإسرائيليين ببطء، وده عن طريق الإشعاع النووي اللي هيغطي سماء غزة وهيتنقل لإسرائيل ومصر وبلاد الشام وأجزاء من البحر الأبيض المتوسط. إشعاع هيسبب أمراض زي السرطان وتلف الأعضاء الداخلية للجسم، هيحصل دمار للاقتصاد ومدن وطيران هيتقفل. خلصنا السؤال الأول. السؤال الثاني، لكن قبل ما نجاوب على السؤال خلينا نعرف أكتر عن كارثة تدمير مفعل ديمونة لو حصل، وعشان نفهم إيه اللي ممكن يحصل تعالوا ندرس أخطر عملية تسرب إشعاعي حصلت في التاريخ: انفجار تشيرنوبل اللي اتعمل عنه مسلسل قصير من اروع ما يكون. الحادثه حصلت سنه 1986 في اوكرانيا، لان اوكرانيا في الوقت ده كانت تابعه للاتحاد السوفيتي، وده حصل يوم 26 ابريل في مدينه تشيرنوبل لما انفجر قلب المفاعل النووي بسبب عطل في الكهرباء، ويكتشفوا بعدين ان ده حصل بسبب عيب في الصناعه. خد بالك احنا هنا بنتكلم عن عطل، مش ان المفاعل اتقصف بصاروخ او انفجار. المهم ان تبعيات الكارثه دي وفقا للأرقام عشرات الآلاف، من 9 ل 120 ألف، إصابات بالسرطان، ومدينة اتهجرت واتبادت وبقت مدينة أشباح، وانتشار للسحاب الذري في الجو، واتقال ان محدش يقدر يسكن المدينة لمدة 20,000 سنة. ده بالنسبة للي حصل في مفاعل تشيرنوبل. بالنسبة بقى للكيان، عمل اول مفاعل نووي ليه اللي هو ديمونة، وده حصل في الستينات بمساعدة من فرنسا. المفاعل قوة توليده 24,000 ميجا وات، قادر ينتج 10 قنابل نووية في السنة. الكيان عامل حواليه قبة حديدية خاصة بالمفاعل ده بس، وزي ما كلنا شفنا في طوفان الأقصى موضوع القبة ده طلع في شيء، ومن كل 10 صواريخ للمقاومة ممكن القبة تمنع 4 ويعدي 6، وكلنا شفنا ده بعينين
فلو تخيلنا ان القسام رمت 100 صاروخ، يعني يا سيدي ممكن المقاومه تضرب 90 و10 بس وقعوا على المفاعل. خلي بالك ده مش حاجه مستحيله، لان في سنه 2021 وقع صاروخ من سوريا قرب المفاعل وكان هيعمل كارثه. الخبراء قالوا ان الصواريخ لو ضربت قلب المفاعل هيطلع منه كميه اشعاع مهوله هتوصل من النقب لتل ابيب والضفه الغربيه. طب خد الكبيره، في كلام من الخبراء انها كمان ممكن توصل لجزر زي قبرص والاردن، والاشعاع ده كفيل انه يصيب البشر باضرار كتير، يتلف محاصيل ويقتل حيوانات، ممكن تبقى ارض فلسطين كلها غير قابله للحياه. وبكده اكون جاوبتك على السؤالين، فلو عندك اي اسئله شغلاك يا ريت تكتبها في الكومنتات واعمل لايك وفجر السبسكرايب.